نكمل مع بعض في سلسلة الملخصات التطور ليس علم حقيقي، ونكمل في تلخيص القسم السابع الرد على إدعاء تطور الإنسان، وناخد الملخص 64 تطور الإنسان النصف الثاني من الجزء الثاني، وال30 أسترالوبيسكس أفريكانوس، وناخد فيه بداية حفرية STS-14. يجي الدور على هيكل STS-14 اللي هو مكتشف اكشوالي قبل لوسي بكثير، فده تم اكتشافه في سنه 1947 اللي صورته قدام حضراتكم، وهو عباره عن حفريه اكتشفت لحوض وفقرات عمود فقري وبعض الضلوع وجزء من عظمه فخذ. اكتشف في منطقه في جنوب افريقيا بواسطه روبرت برو في اغسطس 1947، مع ملاحظة ان هو اكتشف مع مساعديه في الجزء ده في الكهف ده 40 حفرية كلها اجزاء صغيرة في الفترة ما بين 1947 ل 1962 في هذه المنطقة والمناطق القريبة منها. الحفرية اللي هي STS-14 هي تعتبر اكبر حفرية في ال 40 حفرية للأم، لكن هي مش معروفة بطريقة قاطعة ان كانت لكائن واحد ولا هي اكشوال اكتر من كائن جمعوها في حفرية واحدة. الأمر ده هيكون مهم جدا في الجزء الجاي لما نتكلم على موضوع الفقرات لأنه هيكون هام. حددوا عمرها ما بين 2.6 إلى 2.8 مليون سنة، يعني خلاص داخلين حسب ادعائهم على الإنسان. البعض يقول إنها أسترالوبيسكس أفرانسس، لكن الأغلبية من العلماء بيقولوا إن هي أسترالوبيسكس أفريكانوس، وعلى العموم الاثنين متشابهين جدا، وغالبا زي ما عرفنا هم من جنس واحد ويصلح يكون تنوع من الشمبانزي القزم. رغم انهم يميلوا ان هي من الافريكانوس الا انها درست على رغم ذلك مع لوسي في معرفة موضوع الوقوف على القدمين هي والحفرية الاخرى اللي هي STW-431. اولا عظمة الحوض ينطبق عليها كل اللي قلته عن الابحاث الحديثة عن عظمة الحوض الاسترالوبيسكس افرانسس زي لوسي وغيرها، انه متجه للخارج زي الشمبانزي، يعني متجه للخارج يخليه يمشي على اربعة مش أسطواني يخليه يقف على قدمين. الحفرية دي أكشوالي أكدت أكتر لأنها على عكس لوسي وعظام أخرى عظمة الإلياك في هذه الحفرية في الحوض مكتملة وتوضح فعلا أنه متجه للخارج وليس مقوسة، فهي للخارج زي الشمبانزي تمشي على أربعة وليس للإنسان أسطواني أو مقوسة تخليه يقدر يمشي على قدمين. العايز كتير جدا من المراجع يقدر يرجع للي قلته عن حوض الاسترالوبيسكس افرانسس قبل كده، وايضا يقدر يرجع لمراجع اخرى كثيره قدمتها في الموضوع التفصيلي اللي قدام حضراتكم، ده مثال من المراجع الكثيره. فهذه الحفريه تهدم ادعاء ان عظمه حوض لوسي المزوره اكتر، وتوضح اللي عمله اوين لافجوي من تزوير في عظمه حوض لوسي عشان يحولها من قرد لمرحله وسيطه بتقف على قدمين واضح فعلا انه خطأ تماما وتزوير. الجزء الجاي هندرس شيء مهم جدا وهو الفقرات زي ما قلت لحضراتكم. المهم حتى الان عرفنا انه لا يوجد اي دليل على ادعاء تطور الانسان، وما يقدموه بالتدقيق نلاقي العكس التطور زي ما شفنا، رغم ان الافريكانوس والافرانسس ينفعوا تنوع، ولكن لو دققنا قوي نلاقي بعض صفات الافريكانوس الاحدث هي اقرب للقردة وزي الثقل الجزء العلوي وطول الأطراف الأمامية وهكذا. ألا يدل لحضراتكم أن كل أدلة التطور هي فرضيات وادعاءات وتزوير، وينسبوا عظام بشرية لهياكل قردة، والسبب إيه؟ لأن ما عندهمش أدلة وهياكل حقيقية. عدم وجود أدلة حقيقية على التطور يؤكد أنه ما حصلش، لأنه لو كان حصل كنا لازم نلاقي بنسبة الحفريات كتير من أدلة التطور. إمتى يا ترى هيغيروا المكتوب في مناهج التعليم عن جدود الإنسان من معلومات معروف إن هي خطأ وتزوير؟ وإمتى هيعترفوا بعدم تطور الإنسان إنه مصمم ومستمر جنسه يعني أتى بالخلق؟ اللي عايز تفصيلات الموضوع بالمراجع وشهادات العلماء يقدر يرجع لموقع دكتور غالي .com بعنوان تطور الإنسان الجزء الثاني وال30 وأسترولوبيسكس أفريكانوس حفرية STS-14.